السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في حلقة جديدة من صوت الناس في رمضان. ولسه بدري يا شهر الصيام، رمضان بيجري، رمضان سايبنا وماشي، سايبنا يتامى، سايبنا حزانة، سايب الأمة الإسلامية والأمة العربية، يعني يقتل أبنائها في قصف وحشي. وللأسف الشديد هناك صمت غريب إلا من أصوات حرة رفضت هذا العدوان. وللأسف الشديد إيه اللي بيحصل؟ لماذا هذا التشتت أمام قضية جوهرية وأساسية وهامة؟ قضيتنا، قضية المسجد الأقصى. خلونا نرحب بضيفي لهذه الليلة الأستاذ صلاح بديوي الكاتب الصحفي. برحب بك صلاح. أهلا وسهلا، وكل سنة وشعبنا طيب وأمتنا العربية والإسلامية بخير إن شاء الله. تعليق سريع على ما تراه من صمت حكومي، وإن كان هناك بدأت الأصوات تتحرك بعد أن زاد عدد الشهداء. هناك تحركات عربية قطرية سعودية، يعني بدأت محاولة للم الشمل، لكن ليس على مستوى الحدث. ما فيش واحد شريف يؤمن بعقيدته ويؤمن بأمته يقف صامت. الصامتون ليسوا منا، هم في أحضان الحلف الصهيوني الأمريكي وهم شركاء في المواجهة ضد المقاومة في غزة، ومن ليس معنا ضده فهو ضدنا. نعم. بهذه الكلمات نبدأ حلقتنا ونقول إن إحنا النهاردة يعني دائما غزة في القلب، غزة فوق الرؤوس كما قال السيد خالد مشعل، غزة بصمودها وبشعبها. لكن عندنا النهاردة بعض القضايا، قضيتين. القضية الأولى وهي قضية كان أمس خطاب للرئيس السيسي أو الرئيس بعد الانقلاب، تحدث فيه في نقطة مهمة جدا وذكرناها أمس، وهي أنه يشكر الشعب المصري على قبوله للقرارات الهامة والخاصة والحرجة برفع الأسعار ورفع الدعم ورفع أسعار المحروقات والبترول والغاز الطبيعي. النهاردة لدينا ردود أفعال المواطنين، لكن يعني أطلب من السادة المشاهدين مشاركتنا في هذه القضايا من خلال الاتصالات، والاتصالات حول الموضوعين، وليس يعني وأيضا مقبول أن يكون الاتصال حول غزة إلى تقرير عن خطاب السيسي وردود أفعال المواطنين. التحدي اللي عندنا مش تحدي اقتصادي، لا، ده في تحدي وجودي، في تحدي وجودي. انتوا عارفين يعني ايه في تحدي وجودي؟ ليست أزمة اقتصادية وإنما معركة وجود، هكذا قال السيسي بأسلوبه المعتاد للمصريين بطريقة يمكن وصفها وبحسب علماء الاجتماع بأنها انتقال من الخوف إلى التخويف. بنيان السياسة المصرية بعد الانقلاب، وكما يقول محللون، هو احتواء استباقي لغضب شعبي محتمل من مشكلات متفاقمة، فتتردد عن عمد مخاوف تقسيم البلاد ودخولها في نفق أكثر إظلاماً كلما ارتفعت وتيرة الاحتقان الشعبي. كل الشكر، كل التقدير، كل الاحترام، وكل الإحساس بكل مصري ورد فعل المصريين تجاه الإجراءات اللي اتعملت عشان تقليل الدعم، تقليل الدعم. وبينما اعتبر السيسي صمت المواطنين أمام قرارات رفع الدعم الأخيرة تفهما منهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة، رد مواطنون بأن تصريحاته تبدو وكأنه في واد وهم في واد آخر. الرئيس السيسي بيشكرنا أن احنا تقبلنا الدعم وقرارات رفع الأسعار، وإحنا أصلا مش طايقين ولا قابلين القرارات دي، فهيشكرنا عليها ازاي؟ احنا مش طايقينها ولا قابلينها. دولة الظلم ما فيهاش عدالة ابدا، لغاية يوم الدين على كده. انا لغاية الان ما لقيش واحد يقدم يقول فين الناس الغلابة اللي كنا نروح ونعدله ونروح نديهم صوتنا وننتخبه، فين الهيدينا، فين الهوكلنا، ما لقيش حتى نجيب التومين، كل حاجة غليت علينا، لقيش ناكل ولا نشرب. وبإحصاءات جانبتها الدقة، اختذل المشير شبكة الطرق في مصر إلى 24 ألف كيلو متر فقط بدلا من أكثر من 60 ألف كيلو متر، ما يعني أن مشروعه الجديد سيمثل نحو 3% فقط من شبكة الطرق الحالية. احنا بنتكلم في 3000 كيلو طرق وأكثر، أقول 3200 كيلو. احنا إجمالي طرق مصر حتى الآن 24 ألف، يعني احنا بنتكلم في تقريبا 10% بنتعشم وحنشتغل وحنجتهد ان احنا نخلصهم في خلال سنة.
في أوائل السبعينات كنا بنتكلم على شبكة الطرق في حدود 30,000 كيلومتر، النهاردة عندنا شبكة الطرق 62,000 كيلومتر. يعني زي ما شفتوا التقرير معانا، هناك أخطاء في المعلومات ربما، لكن الأهم أنه أستاذ صلاح لم يقصر حسني مبارك في الكباري والأنفاق والطرق، لكن أين كرامة المواطن المصري؟ أين حرية المواطن؟ أي حرية التعبير؟ إحساس المواطن المصري بأن له حق؟ العدل اللي طلب به أخونا الفلاح، العدل منين يجيب عدل؟ هو يعني احنا مشكلتنا الوقت قدام شخص مصاب بالشيزوفرينيا، بنوع من الشيزوفرينيا، شخص يقول ما لا يفعل. يعني هو هنا مستفز للغايه، وهو يقول لك انا رهنت على الشعب المصري في مساله الاكل والشرب وان انا ارفع الدعم وانه ما حدش يتكلم، وفعلا رهاني نجح. لا، انا بقول له يا سيسي رهانك لم ينجح، انت رهنت على آلتك القمعيه، اللي بيتكلم بتعتقله، اللي بيتكلم بتقتله، اللي بيرفع يافطة المباحث بتاخده بتحطه في السجن، وحتى لو ما رفعش حتى بالنسبة للوقت. فأنت هنا بتراهن على الآلة القمعية، لكن أنا بقول لك أن المصريين ما زالوا حتى الآن بيقاوموا، وأنت بتجوعتهم وأنت فقرتهم، لأنك أنت بتاخد من الشريحة اللي أصلا عايشة تحت مستوى الخط الفقر، أو اللي تكاد تكون محافظة على ما تبقى من كرامتها ومن حياتها، ودول الأغلبية من المصريين بتاخد منه حاليا. دول يوم ما يلوش هيطلعوا ياكلوك. طيب، باذن الله يعني هياكلوك انت باذن الله يا سيسي. طيب يعني الكلام استاذ صلاح، اذا قلنا امراه ذهبت الى 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 زوجها المعتقل الموجود في احد المعتقل، ورايحه تزوره، بتزوره في احد السجون او احد الاقسام في اسيوط، بتودي له الفطار بتاعه، ست وفيه لزوجها رغم اعتقاله، بتحاول ان تعينه على الاعتقال، فطار رمضان ياخذوها يعتقلوها، يعني بما تفسر وتعرض على النيابة انتمائها الجماعة والتجمهر والاعتداء، يعني من الأمور الساخرة الاعتداء على قوات الأمن، كيف بامرأة وسيدة صائمة تعتدي على قوات الأمن؟ يا سيد الفاضل، تلك عصابة مجرمة، حسني مبارك نهاية نظام قامت الثورة ضده عشان تلك الممارسات، وكانت ممارسات حسني مبارك أخف من الجرائم والممارسات التي ترتكب الآن. ممارسات حسني مبارك تم إنتاجها حالياً، وتم انتاجها بشكل بشع وبشكل اكثر شراسه. هم يعتقدون، طب ما كان مبارك اشطر، وكان مبارك استمر في ممارساته حتى الان يحكمنا بنفس الاله القمعيه اذا كنتم انتجتموها واستمرتوا فيها بشكل شرس. لكن الشعب سكت يا استاذ. هو الشعب لم يسكت. الشعب يعني كان البعض يعتقد ان الدعم كما قال السيسي نفسه، السيسي نفسه قال يعني كان العالم او كان الناس يقولون ان هذه قرارات خطيره، وكنت أراهن على الشعب، معناه أنه يعلم تماما أن الشعب المصري عندما يرى المدفع والبندقية والقهر، شعب لم يتعود على القتل الناس ودمائهم، وبالتالي فأرهب الناس، يعني هو أرهب الناس والناس سكتت. بص، كل النظريات في العالم، كل الدكتاتوريات، هو هيكون أفضل من بونوشيه؟ بونوشيه اللي هو دكتاتور أمريكا اللاتينية اللي انتهى بيه تقطعت به السبل وتقطعت وانتهى أسوأ نهاية من القتل، هيكون أسوأ من شاه إيران؟ هيكون أسوأ من كل الطغاة؟ ما هو التجارب علمتنا كل الطغاة انتهوا نهاية سعودة ونهايتهم بشعة. وعبد الفتاح السيسي سيكون عبرة. سيكون عبرة، الشعب المصري سيقتص منه هو وكل القتلة اللي معاه، وسيكون عبرة. يعني أنت تراهن على ثورة الجياع؟ نعم، ثورة الجياع. نعم، أراهن على شعب مصر العظيم. لا، على ثورة الجياع. أيوة، ثورة الجياع وثورة الكرامة أيضا. الشعب المصري شعب عنده كرامة، ومش هيصمت على إهدار كرامته. نعم. مش هيصمت على الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء. مش هيصمت على سلطة تسلطت على الوطن وبتمتص خيراته وبتفقر غالبية أبنائه. نعم. يعني من الأمور التي نشرت اليوم، يعني طبعا هنقول الخبر مهم جدا، لكن أرجوكم ما نريد يعني أن تنزلونا لو سمحتوا بعد إذنكم التليفونات عشان المكالمات، عاوزين رأي الناس في الشعب المصري، يقول رأيه، يا ترى هو موافق؟ اذا كان هو موافق يبقى خلاص هو صاحب القرار، موافق على الاسعار وموافق على القرارات، محدش يتدخل لانه هو صاحب القرار. النهارده امبارح نشرت احد المواقع الاخباريه بالمستندات الحكومه توافق على شحنه ابقار اثيوبيه مصابه بالسل. القضيه انه هذه المستندات الموجوده نشرتها بتقول فيها انه هذا الخطاب موجه الى مدير عام الطب البيطري بالسويس، ادي اول خطاب. الخطاب الثاني مرسل
مع مندوبكم الدكتورة شيماء عامر محمد برضو السيد الدكتور مدير عام الطب البيطري، انه هذه العجول القادمه من احدى الدول الافريقيه فيها سل وفيها في يعني 36 عجل، وكان طبعا الدكتور الخبر منشور انه الدكتور لطفي شاور كان قال كلام، قال انه طبعا هذه العجول جاءت لشركه ميدي تريد للتجاره. شركه ميدي تريد بالمناسبه هي احدى الشركات التابعه لجهاز سيادي في مصر وتحتكر اللحوم، حتى يعني كان في اتصال مع اخونا عويس. خط عويس اتفضل. عويس خط قطع. شكرا عويس خط فصل. حتى انا سامع صوت معلش خط فصل. استاذ صلاح، ايه حكايه ان الشركه تحتكر اللحوم في مصر وكان المفروض الكيلو لحم ب 24 جنيه لو خط التجاره ما بين مصر والسودان اشتغل؟ النهارده اللحوم جايه فيها سول، زي ما قال خطاب طالع من 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 وزاره الزراعه من الطب البيطري. هو في بلا شك انه في تنامي للفساد، ده الفساد، وده امر طبيعي. نظام بيحتضن الفساد، بيحتضن سلم رجال الاعمال الفاسدين اصلا، بيحتضنهم في شتى المجالات. وطبعا السل ده من الامراض المشتركه والامراضات الخطيره اللي بتصيب الانسان والحيوان. وانا الواقعه دي بتحضرني واقع حصلت ايام يوسف والي حسن مبارك بيقول له، كان الاتي بيقول حسن مبارك: يا سياده الرئيس، المعارضه بتهاجمنا علشان احنا بننتج خضر وفاكهه كتير، واللي بنجيب حاجات من اسرائيل، والحاجات دي بتساعدنا على الانتاج اللي هي الهرمونات ومستلزمات الانتاج الزراعي ومنظمات النمو. بيبقى الخوخ اخضر كده والطماطم خضراء، يرشوها عليه، تبص الخوخ اتفششت كده والطمطمه اتنفشت وحمرت، وتلاقي البذور بتاعتها خضراء لانها ما اكتملتش النمو والناس تاكلها فبتضرها. قال له: هو مش بتجيب انتاج؟ مش بتجيب انتاج وخضرات؟ وقال له: ايوه. قال له: سيحت لهم، احنا عاوزين نخفهم. فهم نخفهم، الكلام ده على مسؤوليتك. فهم لا، انا بقول لك الكلام ده. ايوه عاوزين نخفهم. فهو يعني انا بقول لك علشان ابين لك انه نظام مبارك كله بلا استثناء، ما هو السيسي ابتداد ليه وتلميذ من تلامذته كان بيلعق حذاءه. لا بس هم قالوا احنا 30 6 وتنسيقية 30 6، واحنا وقلنا خريطة الطريق، احنا قلنا ده كلام فارغ، هو ده مش علينا احنا، ده راجل عمل 30 يونيو عشان يستولى على السلطة، عاوز يبقى رئيس مش اكتر عن كده. هو واللي معاه يستمر المؤسسة محتكرة السلطة والثروة في البلد وتصادر حرية الشعب المصري، هو اللي تم. كان بيكلم امبارح، فالكلام ده مش هناكل منه. كان بيكلم امبارح عن الكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه امبارح في الخطاب. الكرامه الانسانيه اللي اغتصبوا عشرات البنات من اولادنا وستاتنا في السجون والمعتقلات، بنات مصر وستاتها العافيفات يغتصبوهم هؤلاء الاوغاد الانجاز في السجون والمعتقلات وفي رمضان، ويتحدث عن كرامه؟ لا فض فوه. نعم. يخرس. لا يعني طبعا يخرس. نعم. بنات مصر عفيفات لا يغتصبن. نعم. ما فيش عسكري يغتصب بنات مصر وضباط في السجون والمعتقلات. نعم. اي كرامه يتحدث عنها؟ نعم. كرامه داسها تحت احذيه وتحت عجلات الدبابات، وداس اراده الشعب تحت عجلات الدبابات. نعم. معنا بعض الاراء ايضا في خطاب الرئيس السيسي او الرئيس لمصر بعد الانقلاب العسكري، نشوف الناس قالت ايه برضه، لانه الامر للشارع وللشعب المصري. يقبل الكلام ده؟ يقبل الاسعار وزي ما قال السيسي ولا ما يقبلش؟ نشوف الكلام. الرئيس السيسي بيشكرنا ان احنا تقبلنا الدعم وقرارات رفع الاسعار، واحنا اصلا مش طايقين ولا قابلين القرارات ديت، فهيشكرنا عليها ازاي؟ احنا مش طايقينها ولا قابلينها. انتوا امتى هتحسوا بالغلبان؟ امتى هتحسوا بالناس اللي مش لاقيه تاكل؟ الناس دي عايشه في كوكب اخر. الناس تحت مش طايقه نفسها، مش طايقه هدومها، مش عارفه تعيش، مش عارفه تاكل، مش عارفه تشرب، وبتشكرهم على ايه؟ على ان هم ماشيين في طريق الموت. دي دولتنا، دوله الظلم، ما فيهاش عداله ابدا لغايه يوم الدين. على كده انا لغايه الان ما لقيش واحد يعدل يقول فين الناس الغلابه اللي كنا نروح ونعدل ونروح نديهم صوتنا وننتخب. فين الهيدينا؟ فين اللي وكلنا؟ ما لقيش حتى نجيب التومين، كل حاجه غليت علينا، لقيش ناكل ولا نشرب. كيلو اللحمه ب70 جنيه، اشكاره الدقيق ب120 جنيه، لقيش نتكسج هنجيبوا الخلق اللي لابسان الناس على يشحتوه نعمل ايه؟ فاحنا بنناشد الاخوة العرب ورئيس السيسي والسلطة المصرية يشوفوا لهم حل في اللي بيحصل في غزة ده. ما هوش اخواتنا دولي؟ هل ما هوش اخواتنا؟ لا اخواتنا. فليه احنا ما بندفعش عنهم؟ ليه ما بندفعش عن المسلمين؟ ليه ما بندفعش عن المسجد الاقصى؟ يعني زي ما شفتوا كده، ليه؟
المواطن المصري بيسأل ليه؟ ليه الأسعار ارتفعت؟ ليه الأسعار؟ ليه الظلم؟ زي ما بيسأل عم الحاج، احنا عيدنا الكلام تاني. الراجل ده بصراحة كيفني بصراحة، لما كلامه كده يخش، يعني راجل فقير قال اللي هو، راجل ما حدش قال له قول كذا، قال لك شارة الدقيق ب 110 مش لاقيين خلاجات. الناس هي بتتكلم، هي دي الناس، هو ده المواطن المصري المطحون اللي يقول موافق ولا مش موافق. اخونا محمد مصري مقيم في لبنان. محمد تفضل. ايوه يا سعد، بقول لحضرتك ان اللي بيحكم الشعب المصري حاليا عصابه هي المتواليه اداره البلد، وهي ان شاء الله هتخرب البلد. انا مش سامع يا اخوانا، اخونا محمد مش سامعه. ايوه يا فندم، اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. انا عاوز اقول لحضرتك، اللي بيحصل في البلد دلوقتي عصابه ومسكت مصر. نعم. الو محمد، انا اتفضل يا محمد، انا سامع صوت التليفون في خط فصل بس ما فيش مشكله، اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل يا محمد اتفضل. عاوز اقول لحضرتك يعني ان اللي بيحصل في البلد دلوقتي حاليا مش خير لمصر. انت رايك، انت راجل مقيم بره مصر لكن اكيد اهلك وناسك يعني، هل الناس راضيه بالاسعار دي والغلاء اللي ارتفع الى حد لا يطاق يا محمد؟ لا طبعا غير راضيين عن الاسعار اللي موجوده دلوقتي داخل البلد. تمام. غير راضيين تماما يعني، بالنسبه للاجور والمرتبات ما فيش نسبه متساويه ما بين الدخل وما بين المصاريف. نعم، شكرا يا محمد، شكرا جزيلا محمد من لبنان، شكرا جزيلا. وارجو انه نستقبل اتصالات كل المشاهدين رايهم في هذه القضيه، قضيه الاسعار، ارتفاع الاسعار، وخطاب الرئيس السيسي او الرئيس لمصر بعد الانقلاب فيما يخص الاسعار والقبول بالاسعار ومراهنته على قبول الشعب المصري لهذا الغلاء. استاذ صلاح، النهارده الانبوبه البوتاجاز كانت اللي هي ب 3.75 قرش مدعمه من الدوله. هاخد اتصال وارجع حضرتك نتكلم. محمد من الدوحه، محمد اتفضل. السلام عليكم يا استاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امير، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى انا عاوز اتكلم بمناسبه الخطاب بتاع السيسي اللي كان بيقول لك انتوا تقبلتوا الاسعار واشكر الشعب، احنا ما تقبلناش الاسعار. امال ايه؟ امال ايه يا محمد؟ ما تكبرناش الاسعار يا استاذ مصطفى، احنا واقفين فين؟ احنا واقفين فين يا استاذ مصطفى؟ انا ابتديت اكره عيالي من كتر الغم ومن كتر الفقر اللي احنا فيه. هو بيتكلم بالنيابه عن ايه؟ بيتكلم بالنيابه عن احنا تكبرنا ايه اللي احنا تكبرناه؟ احنا مش عارفين نتكلموا، اللي بيتكلم اتحط في السجن يا استاذ مصطفى. يا ريت صوتي يوصل، يا ريت صوتي يوصل للناس والناس تسمع صوتي. يا ريت. نعم. صوتك وصل. يعني محمد صوتك وصل، بس كتير قوي يعني. هو طبعا كانوا بيحذروه، لكن سكوت الشعب المصري واللي هو طول عمره بيعاني وطول عمره بيتحمل زي الجمال، سواء يعني اكيد في نهايه النفع حاجه من الاثنين، يعني في نهايه التحمل يا اما هو هيقدر يبقى في حياه راغده وحياه كويسه للمواطن المصري، او هتزيد المعاناه وفي النهايه الشعب المصري مش هيسكت. هو بيعد الناس بكده يا محمد. وعدنا فين واحنا ما شفناش حاجه؟ وعدنا وحطينا السلاح وحكمنا بالسلاح وعاوز يغيرني. واحنا انا بقول لك انا عندي اربع اولاد، اربع انا ابتديت اكرههم من كتر المصاريف ومن كتر الغم اللي علي. ايش؟ نعم. تمويل ما فيش، سلاح ما فيش، كسوه ما فيش، مصاريف مدارس مش عارف اصرف، كل الحياه كلها بفلوس ومش عارف اعمل نعمل ايه. بجد كبرتم واشكركم، تشكرنا على ايه؟ تشكرنا على ايه؟ نعم. تشكرنا على ايه؟ نعم. كل واحد من ان شاء الله، والشعب المصري جاي ثوره، وثوره هتاكل نار ونيابه، هتاكل نار قبل نيابه، والسيسي ينتظر، لان احنا فاض لينا خلاص. نعم. فاض لينا، احنا كلنا قاعدين من السجون، السجون ارحم لنا، انما لو قاعد في السجن يقدر يعيش وياكل في السجن احسن من بره، احسن من اللي احنا فيه. شكرا محمد. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. هذه صرخه مواطن مصري. صرخة مواطن مصري، يعني ليتها تصل إلى المسؤولين، تصل إلى الرئيس السيسي اللي بيقول الشعب المصري متقبل. هناك كثير جدا من المواطنين إما أنهم قبلوا على مضض وصمتوا لأنه من يرفع صوته زي سواقين التاكسي اللي قالوا لا أو اتسجنوا،
يعني عارفين النهايه. حتى امبارح لما اتكلم احد العلماء قال انا ماليش في الموضوع بتاع الشرعيه والانقلاب، لكن خدوني عشان ليا راي معارض. يعني معانا ايمان من سوهاج. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون يا اختي واتكلمي من التليفون. ماشي ماشي، وطي التلفزيون. اتفضلي. لو سمحت، الشيشي بيقول بيشكرنا على انه لغى الدعم. بيشكرنا ازاي على انه لغى الدعم؟ يعني والناس تموت من الجوع. الناس يعني الناس بتصرخ دلوقتي، لبس العيد مش لاقيين نجيبوه. وما معلش فلوس بيجيبوا لبس العيد، هنعمل ايه؟ الشعب بيقول فين مرسي؟ انا ضربت على مرسي، والله العظيم ضربت على مرسي لحد دلوقتي. بقول الله يبارك لك يا مرسي، السنه اللي فاتت التوميم اطولنا بالنص، السنه دي ما فيش توميم، رحت لبتاع التوميم قال لي ما فيش توميم. وبعد كده لسه اللي زي من يومين قال لي اتلغى الزيت واتلغى السكر. الرز ما فيش، الرز اعطاني نصه. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ ومعايا دلوقتي ثلاث عيال، اعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي. نعم. وان شاء الله باذن الله شعب مصر كله حتقوم ثوره ثالثه، وحتشيل السيسي وحتشيل كل الزحمه دولت. نعم، شكرا اختنا. وحيرجع مرسي ان شاء الله باذن الله. نعم، اختنا ايمان تقارن بين حاله العام الماضي والعام الحالي وقالت ما فيش تمويل. مين معنا؟ كمال، اخونا كمال، تفضل يا كمال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك عم كمال؟ اتفضل. الله يبارك فيك. والله يعني انا عايز اقول للشيشي، احنا اخذ لي بالك طالعين من بلادنا متغربين وطالعين امنا عشان خاطر ما عارفين شال واحد سنه 31 سنه و32 سنه مش عارف يتجوز لحد الوكيته. انا بقول للشيشي القرارات اللي خدتها زي الانتخابات اللي انت عملتها وافقت عليها. يعني انت شايف ان الناس يعني برضو الناس، انت كراجل من سوهاج واختنا من سوهاج وناس قبل كده اتكلمت من اماكن ثانيه مش موافق على القرار دي، امال ايه اللي خلاه قال انا بشكر الشعب المصري على انه وافق؟ ايه اللي خلاه قال كده؟ اشكر الشعب المصري على ايه؟ على الناس اللي بتطلع ترقص له. يعني الناس بترقص له مأيداه. الناس اللي هي بتطلع ترقص له دلوقتي ما فيش حد يطلع يرقص له دلوقتي. خلاص الناس حست والناس عرفت دلوقتي. انا اقول للسيسي حرام عليكم، كفايه على كده، الناس دي تعبت خلاص، الناس دي بتكح تراب، بتكح تراب لحد الوكيته. ناس بتكح تراب. شكرا اخونا كمال، رساله يا رب تكون وصلت للساده المسؤولين. الشعب المصري في ناس منه، اذا كنتوا بتقولوا في ناس مبسوطه ففي ناس بتكح تراب. يعني هنطلع يا استاذ صلاح لفاصل عشان الناس اللي بتكح تراب دي والناس اللي والله حاجه اهم يبكي وهم يضحك. دي حرب، دي حرب. السيسي يعلن الحرب على الشعب المصري وانا مش عارف لمصلحه. لا بس مفيش حد يعلن الشعب على هذا حرب. هو اعلن حرب، حرب على الفقراء. ناخذ اتصال ورجع لك. حرب لتجويع الفقراء وقتل الفقراء. اتصال ورجع لك. ما عنديش مبرر. ناخذ اتصال ورجع لك. يا صلاح. وعليكم السلام، اتفضل. ايوه يا فندم، ازيك يا استاذ مصطفى؟ ربنا يكرمك يا امير. معايا مين؟ كل سنه حسين من المحله يا فندم. عم حسين اتفضل. وسلامنا للضيف العزيز اللي موجود مع حضرتك استاذ صلاح بديوي. بيسلم عليك يا استاذ صلاح. اهلا وسهلا يا استاذ. اتفضل يا عم حسين. دلوقتي هم عملوا انقلاب بالعافيه وقالوا ده راي الشعب. غلوا الاسعار بالعافيه وبالقوه وقالوا ده راي الشعب، واحنا بنهني الشعب ان هو راضي بكده. اكيد. غلوا الوقود وغلوا كل حاجه وبيقول لك ده راي الشعب. هو خد راي الشعب امتى؟ هو خد راي الشعب. هو الناس فوضته. الانتخابات اللي عملها فشلت ومحدش راح وقال لك انا بهنئ الشعب اللي جه انتخبني. الشعب ان هو اي شعب، هو يقصد اي شعب؟ والله السؤال لي اي شعب. وممكن تسال، نسال انا وانت اللي ما هو اللي غنى فيه انتوا شعب واحنا شعب، وقصده في شعب تاني ولا حاجه. بان قدام حضرتك يا استاذ مصطفى لجان الانتخابات وبان قدام حضراتكم مصر مش من النهارده مش لاقيه تاكل، من زمان مش لاقيه تاكل، والشعب اصلا بيعاني من زمان قوي، وجه غلى عليه الاسعار وجي يقول لك ده راي الشعب وانا بهنئ الشعب. الشعب صابر غل، بمعلش عفوا في اللفظ. الشعب القرارات بتنزل على دماغه وما بيقدرش يقول حاجه، واللي بيقول حاجه يا بيعتقل يا بيتقتل. نعم اخونا حسين. ده اللي بيحصل. فهل هو ده راي الشعب بقى؟ فين الشعب؟ انت رايك تقولها له ايه في كلمه واحده يا عم حسين؟ تقولها ايه؟ اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي بتعمله فينا، لان الشعب اصلا ما هوش لاقي ياكل. شكرا.
شكرا عم حسين. ما عارفين نودي اولادنا المدارس ازاي اصلا. نعم يعني اعباء العيد وبعدها المدارس، وطبعا رمضان شهر رمضان، ربنا يعين كل الاسر المصريه. عم الحاج وحيد اتفضل. عملت جمال أشيل الأحمال وأنا ساكت، أنا عملت جمال أشيل الأحمال وأنا ساكت، والحمل تجل على كتافي وأنا ساكت. الحمل تجل على كتافي وانا ساكت، وجولوني كلام ما قلتوش وانا ساكت، جولوني كلام ما قلتوش وانا ساكت. وهو ربنا موجود، ربنا موجود يخلص لي وانا ساكت. قالوا اللي رمك على المر قلت اللي امر منه، قالوا كتر الاسى بيضر قلت لهم بكره يحن، قالوا ايه بس اللي غصبك عن ناس الغدارين، قلت لهم ده المقدر ومسطر على الجيبين، واللي مكتوب علينا لازم تشوفه العين. اللي رمك على المر قلت اللي امر منه، قالوا كتر الاسى بيضر قلت لهم بكره يحن، قالوا فين جبل الدنب قلت لهم في القلوب، قالوا مين في الدنيا غالب قلت اللي بات مغلوب، قالوا فين جبل الدنب قلت لهم في القلوب، قالوا مين في الدنيا غالب قلت اللي بات مغلوب، قالوا مين على الصبر يقدر انا قلت اسألوا ايوب، قالوا مين على الصبر يقدر جانا قلت اسألوا ايوب، قالوا عيبك طولت بالك، قالوا عيبك طولت بالك، قلت لهم مين فينا، قلت لهم مين فينا، مين فينا ما فيش عيوب، قالوا اللي رمك على المر قلت اللي امر منه، قالوا كتر الاسى بيضر قلت لهم بكره يحن، قالوا اللي رمك على المر قلت اللي امر منه. يا عيني يا حاج وحيد، قالوا اللي رمك على المر يا استاذ صلاح. هي اغنيه معبره. هو بيعبر باسم الشعب المصري. قالوا ايه اللي رمك على المر؟ الشعب سكت سكت، ما هو ده المر. وحيد الشعب موفق. مسكتش الشعب رافض. الحاج وحيد موفق. الشعب المصري رافض زيادة الأسعار، رافض زيادة الأسعار وهيرفضها، وللأسف مصر مقبلة على مستقبل قريب جدا مظلم. لا يعني احنا خلينا يعني متفائلين. أنا أتمنى خلينا متفائلين، ربنا يحفظ مصر. خلينا متفائلين. لا ما هو مش بيقود مصر للتفاؤل، تاريخه كله حواليه وراه، هو والعصابة اللي معاه تاريخهم أسود مع الشعب المصري. أفقروه وأذلوه وأهدروا كرامته ورهنوا قراره وسيادته للخارج، فتتوقع ايه بالمستقبل؟ اليوم تقرير المستقبل هو هيبقى امتداد لماضيهم الاسود. نعم، اليوم احد التقارير الخارجه من غزه تقول انه خيوط الجراحه غير موجوده، استوكات الخيوط الجراحه غير موجوده في المستشفيات، ايضا استوكات اكياس الدم غير موجوده، استوكات
أمور كثيرة جدا غير موجودة، وبالرغم من ذلك ما زال معبر رفح مغلق. لأنه هو جزء من العدوان على غزة. أنا مش عارف إزاي يعني، ما يعني يجب أن نسلم بهذه المعلومة، عبد الفتاح السيسي ومن معه جزء من العدوان على غزة، هم شركاء العدو الإسرائيلي في العدوان على غزة، هم حلفاء العدو الإسرائيلي في العدوان على غزة، ومعهم عناصر إقليمية ودولية. نعم. هذا العدوان تم بالتخطيط زي الانقلاب اللي حصل في مصر بالضبط. اللي يفهم غير كده يبقى هو مش يعني يسمح لي أنه هو فهمه خاطئ. لا، هو خارج وعلى الشعب المصري أن يعلم ذلك تماما. تمام. أنا معي بس اتصال من أخونا حسين من سيناء الحبيبة. حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أمين. وطي الصوت شوية يا حاج حسين. حاضر يا فندم. وطي صوت ال استاذ محمد يا استاذ مصطفى. اتفضل يا مولانا. وعليكم السلام. والله يا استاذ مصطفى الحالة عندنا لا تسر لا عدو ولا حبيب. ايه الأوضاع؟ الحالة لا تسر عندنا لا عدو ولا حبيب في سينا. ايه الأوضاع عندك؟ والله الأوضاع زي الزفت. حضرتك تمشي من هنا مثلا تركب من مصر للعريش 7000 كمين. اتفضل على طول اتفضل. الأوضاع حضرتك أنا عاوزك توطي صوت التلفزيون يا عم حسين شوية، واسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون لو سمحت. ماشي يا فندم. والله يا أستاذ والله يا أستاذ مصطفى العيشة بقت غلا ومش لاقين والله. والله العظيم يا أستاذ مصطفى إن إحنا مش لاقين، قسما بالله العلي العظيم ما إحنا لاقين ناكل. والله ما لاقين ناكل. لا حول ولا قوة. كفاك يمين بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله والله ما إحنا لاقين ناكل. معايا أربع عيال، فهمت إزاي؟ معايا أربع عيال، أنا محتار في كسوة العيد، عايز حاجة أكتر من كده. ربنا يسفرها إن شاء الله. يعني يسفر. أنا ببص لعيالي كده وببص في نفسي وببص للدنيا اللي حواليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فرجوا قريب. الأوضاع الأوضاع يعني هل من الممكن وصول المعونات إلى أهل غزة ولا الموضوع صعب؟ لا، الموضوع بالنسبة للمعونات عشان توصل غزة صعب. ما تصدقش أي إعلام مصري ولا حتى لو واحد من الجزيرة قاعد هناك وقال لك هتعدي دلوقتي، ما تصدقش. ما تصدقش خلاص يا أستاذ مصطفى. لأنه مش عارف أنا هم الغزة اللي بتوع غزة دول أساسا يهود؟ لا طبعا. ولا إسرائيل وإسرائيل مسلمين؟ إحنا مع مين بالظبط؟ أنا مش فاهم. إحنا مع العدل، إحنا مع العدل والحق. احنا حاليا المفروض حاليا سلطاتنا مش مع العدل يا ابي. المفروض مش مع العدل سلطاتنا نهائي نهائي. ده انا راجل بصمجي اساسا، لا بعرف لا اقرا ولا اكتب، لكن انا بقول لك احنا دلوقتي على على على, على العامة اللي احنا شايفينه احنا مش مع العدل. والله انا سمعت ان خطوط التليفون مقطوعه حوالي 12 ساعه في اليوم. طب لو واحد عي وعاوزين تجيبوا الاسعاف لو حريقه قامت تعملوا ايه؟ والله بقى يتولى ربنا. يتولى ربنا. أخونا حسين من سينا، تحياتي لك ولأهل سينا الصمود، سينا العبور، سينا النصر، وإن شاء الله يعني عما قريب تتيسر الأحوال. يعني راجل بيقول أمر صعب خالص، بيقول أنا بص لعيالي مش قادر أجيب كسوة العيد. هو مش بصمجي، هو بيعبر عن ضمير مصر. أنا أقول له يا عم حسين أنت مش بصمجي، أنت بتعبر عن ضمير الأغلبية الثاحقة من المصريين. يا من ناس معاها دكتورة ومعاها شهادات. لا، أنت بتعبر عن ضميرنا، ضمير أهلنا، ضمير الغلابة اللي إحنا جايين منهم، والغلابة اللي هم الناس الطيبين أنا بقصد في كل أرجاء مصر، وهم اللي بيشكلوا أغلبية مصر. أنت عبرت عن ضميرهم في هذه العصابة التي أعلنت الحرب عليهم وأفطرتهم وأذلتهم. زي حضرتك عارف يا ناس معها شهادات وشهادات عليا ودكتوراه، ويطلع بيقول لك فلان رسول وفلان نبي. هو في رسل وأنبياء بعد الرسول عليه السلام. معايا على طول نروح نشوف كده رأي الناس إيه، والدنيا والعيد وأخبار المصريين إيه. ده واحد امبارح بيقول لي أنت زي سيدنا يوسف، استقعيت عقل سيدنا يوسف، أحد المنافقين بيقول للسيسي امبارح. معلش عقلية سيدنا يوسف. عدها له يا عم صلاح. قاتلك الله يا شيخ. عدها له. معلش الدنيا صيام بقى، كل سنة طيب. نشوف يا إخواننا المصريين بيقولوا إيه. لا فيش بيع ولا شراء، لا بيع ولا شراء. وديك انت جيت على فجأة وشوف لا في بيع ولا في شراء. بس طبعا بتضمن الاسعار، الاسعار كلها غليت، فالناس زي اللي تقول ايه يعني خلاص لا هيجيبوا حاجه رخيصه ولا صغيره. بس كده وربنا يصلح الحال ويرزقنا ان شاء الله. غاليه قوي الحاجات، يعني اقل حاجه ب 300 جنيه.
و400 جنيه للحاجة المهونة للغلبان دي كمان. هو في حاجة للغلبان خلوها دلوقتي مرقبات ما فيش ولا قال لي تعالى الدلة في أي محل شوف أنا شو رسالي حتة الصندل ب60 جنيه سايبين سايبين أغلب راحتك الليلة كلها طب ما كل واحد أغلب راحتك واحنا صغارين بشوفها يا سيد ولا في بيع ولا شروع الناس ما عاشها باشا فلوس الناس من أجيش تاكل احنا في عرض جنيه والله على طلاقي علم ربنا حرام حرام والله الافتراء ده احنا عايشين الاول ايام مبارك لكن دي لو نروحوا فين ضاف هذا الشاب بتاع الناس في الشوارع رمضان والشمس هيتنا احنا تعبنا والله والله العظيم الواحد يموت في ارحم على طلاق تعبنا ما فيش او زي ما انت شايف المفروض ان ده الوقت عز الشغل لا لا في سحب ولا في ولا في بضاعه ولا في فلوس لاقيين نجيب بضاعه والمواطن هي تعبان يعني بيجي ياخد بيبقي انا نفسي ما بقدرش اقول له على فلوس ازود من طاقته وما بقدرش اخد وما معيش فلوس اروح اجيب بضاعه زي ما انت شايف كده لا في بضاعه في المحل تتباع والاسعار نار والناس تعبانه والناس زهقانه انا يمكن السنه اللي فاتت كنت في اليومين دول كنت بروح اجيب بضاعه ثلاث اربع مرات في اخر 10 ايام يعني معلش هم بكي ويضحك الراجل حلف بالطلاق انه يعني مش محتاج تحلف بالطلاق وتقول إن عشان تقول للناس ان لا في لا بيع ولا شراء والحاله والدنيا واقفه الناس شايفه بس الصراحه انت الناس تعبت الناس تعبت وخلاص ناقص تطلع من هدومها هو بيقول لك البي بيقول لك انا بشكرهم انا بشكرهم ما 60% من الشعب المصري ما يقرب من 60% من الشعب المصري حاليا تحت مستوى خط الفقر وبالذات في الارياف الارياف اللي يعني كل لوثوا حياتها كلها يعني مش بيقتلوهم بالفقر بس وعدم وجود اكل ان ياكلوا لوثوا حياتها كلها السلع بتاعتهم بارت المحاصيل بتاعتهم حتى مش حد بياخدها محدش بياخدها يعني هم بيتعرضوا لحرب شامله يعني لسه امبارح كان مساله التلوث التلوث اللي عمت 15% من القرى عندنا فقط فيها صرف صحي 15 انا عندنا 15% فقط من القرى طبعاً. على مستوى مصر فيها صرف صحي عارف ده معناه ايه معناه انه بيصرفوا في الارض والميه اللي بيصرفوها وبيشربوا من طلبات في الارض يعني دق ماسوره في تلوث في الارض يصرف فيها الصرف بتاعه ويدق الطرمبه جنبها يشرب منها اخد ابو احمد وارجع لك يا استاذ صلاح اخونا ابو احمد من بني سويف تفضل يا حاج واحد السلام عليكم وعليكم السلام يا امير تفضل ازيك يا باشمهندس ربنا يحفظك يا امير تفضل تحياتي ليك وللاستاذ صلاح بديوي المناضل الشريف المحترم الرجل الحر الله يكرمك يا باشمهندس يعني كيف احنا هنفرح بالعيد بس يعني هنفرح بالعيد والغلاء يلهي بظهورنا نفرح بالعيد اقسم بالله انا ما انا في بيتي اقسم بالله لا عملنا بسكوت ولا كحك ولا اي شيء حزنا على ما تمر به أمة العرب جرح في كل شبر في أرض مصر في أرض في أرض الوطن جرح في غزة وجرح في سيناء وجرح في مصر ومعتقلات وكم أسرة يعني إن ما كانش ليك قريب واحد من القرية واحد من العزبة واحد من البلد كل الناس مصابة كل الناس مصابة مصابة بالغلاء مصابة بالخيانة ابن العلقمي ظهر ثاني ابن العلقمي بقى موجود عندنا وحاطط رطب على كتفه ابن العلقمي موجود بقى في كل بيت عشنا وشفنا إسرائيلية تدين إسرائيل وتدين الحكومة الإسرائيلية والإسرائيلية تدين حكومتها والمصري مدير حملة السيسي بيدي الحق لإسرائيل في ضرب غزة يعني رأينا ابن العلقمي العلقمي ظهر تاني أبشروا ابن العلقمي الخيانات ظهرت علنا هنفرح بإيه ولا عيد إيه ده عيد هبال على السيسي وعلى أولاد سعود وعلى آل نهيان وعلى خونة الأمة العربية كلها نعم معلش يعني في معلش يعني برضو انا يعني اعترض يا ابو احمد احنا قلنا على ما نسبش حد وما نتكلمش حد وطبعا يعني انا يعني بعتذر لاي لفظ خارج لكن احنا اتفقنا معلش اذكروا الفاجره بما فيه لا لا بس لا لا يجوز ابدا ان احنا برضو انت بتكلم كلام جميل جدا وتعبر عن مصري عن معاناه المواطن المصري لكن ما ينفعش ان احنا نشتم حد ارجوك عبر برنامجي انا تحديدا معلش يعني على مسؤوليتي يعني انا اتحملها انا امام الله انا مش هتحملها انا امام الله بس انا مش انا عشان اكمل معاك عشان اكمل معاك لازم نتفق على الكلام ده يا ابو احمد ان احنا مش والله العظيم يا باشمهندس في الثلاث سنين دول السنه اللي فاتت دي كلها سنه الانقلاب دي اقسم بالله الواحد كبر 30 سنه كبر 30 سنه من الهم معلش معلش احنا الحاج وحيد الحاج يعني انا مش عارف هما يعني وجاي يفرحني يقول انا اشكر الشعب المصري ان هو استقبل الغلاء بفرحه انا بيستقبلونا يعني هم يعني بيقهرونا وبيستهبلونا كمان بيدلعونا القهر الناس خايفه الناس من القتل والذبح اللي في الشوارع
الناس خايفة، هيبقى فقر وقتل وسجن. والناس خايفة تعمل ايه؟ نعم نعم. انما هو يقوم يسأل الناس كده ويشوف الناس فرحانة ولا لا؟ نعم. اخونا ابو احمد، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، ويا رب تكون ان شاء الله السنة دي سنة يعني تعدي بكل ما فيها، وربنا يكرم رمضان اللي جاي يكون احسن باذن الله عليك وعلينا وعلى كل الأمة الإسلامية ان شاء الله. تعليقك على ابو احمد الصلاح، تعليق اخير. هو ابو احمد هو بيتكلم بيعبر عن زي ما قلت لك عن المشاكل اللي الوسط اللي عايش فيه حاليا. الاوضاع المزرية اللي وصلت اليها المصريين. احنا الوقت في اواخر شهر رمضان، داخلين على عيد، بعد العيد هتيجي المدارس، محتاجين طبعا، ما محتاج مصاريف عيد الناس، محتاجة مصاريف مدارس، كل الأسعار غالية، تضاعفت الأسعار. تخيل لما الأسعار تتضاعف 100% والدخول مفيش. شكرا استاذ صلاح، مفيش أي نوع من الزيادة. شكرا استاذ صلاح بديوي. أحب أن أؤكد في النهاية أنه الحكومة المصرية، وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة ووزارة البيئة اجتمعوا لبحث مشكلة تلوث مياه نهر النيل ومصرف الرهاوي، اللي كنا اتكلمنا وكان الأستاذ صلاح معانا اتكلمنا فيه في حلقات، وكان معانا قبل كده نقيب الفلاحين. أعتقد أن هذه نقطة إيجابية مضيئة للناس اللي بتقول أنتم ما بتقولوش غير مشاكل، لأن نقطة إيجابية. نتمنى أن احنا نشوف نتائج بقى، احنا عرفنا من كل النتائج اللجان، عاوزين نشوف فعل. شكرا جزيلا. نشوف الحاج وحيد بقى ونشوفكم بكرة. قالوا إيه اللي رماك على المور؟